عزيزه. مين معاك؟ عزيزه ده فتحي كان هنا، كنا لسه بنتكلم في الشغل، نزل وزمانه جاي دلوقتي. عزيزه نزل. رايح فين يا عزيزه؟ عزيزه مين دي يا عادل؟ أنا هو ده اللي كنت عايزه اتاكد منه. هو ده اللي انت عايزه؟ عايز تعيش في الوساخه دي؟ اخرس، انا ما اسمحلكيش. تطلع مين دي يا عادل؟ شيرين هدي نفسك، هدي نفسك. قول لها تطلع ايه دي؟ عزيزه انا هفهمك كل حاجه. قول لها انا اطلع ايه؟ عزيزه انا هفهمك كل حاجه. ما تفهمني.